عايز اوديكم متحف احمد شوقي. طبعا احمد شوقي منع محمد عبد احمد شوقي امير الشعراء احمد شوقي منع محمد عبد الوهاب من الغنى لانه سمعه في حفله في اسكندريه وكان لسه طفل صغير يمكن 13 سنه يعني بدايه الصبا 13 14 سنه. فالصوت ده في الوقت ده يا جماعه بيتغير, فما ينفعش حد لو بيغني يغني في الوقت ده, لازم يستنى لغايه 17 18 19 يبدا يغني تاني لان بيبقى الصوت في مرحله التكوين. فاحمد شوقي قال لعبد الوهاب انت ما تغنيش, انت هتيجي هتقعد عندي. وتبناه احمد شوقي 7 سنين في بيت امير الشعر احمد شوقي, وعلمه بقى وسمعه السيمفونيات الغربيه وعلمه اللغه الفرنسيه والايطاليه و الى اخره. ومن هنا كانت النصيحه لعبد الوهاب في محلها. فمتحف احمد شوقي على ضفه النيل بالجيزه شيد امير الشعراء احمد شوقي قصره, وهو المعروف بحبه طبعا للنيل واللي كتب في امتداح النيل وتمجيده عشرات القصائد. المتحف يا جماعه في الفيلا الخاصه بالشاعر احمد شوقي, تم ضمها لوزاره الثقافه, وهي 11 غرفه في الدورين, الدور الاولاني والثاني 11 غرفه. وانشئ هذا المتحف تكريما لامير الشعراء, وجوه المنزل وهذا المتحف مقتنيات, كل مقتنيات امير الشعراء الخاصه, حتى يعني الكنبه اللي توفى عليها موجوده, و مكتوب طبعا على كل قطعة جوه في المتحف هي ايه. وكان احمد شوقي مثلا لو مثلا قصيدة, حتى القصايد بتاعته بخط ايده موجودة, ان الكنبة دي هو اللي توفى عليها سنة كذا. يعني من فضلكم روحوا هذا المكان وزوروه, مكان يستحق الزيارة. عبد الحليم حافظ ما سمعش كلام متعهد الحفلات بتاع اسكندرية اللي جاب له حفلة صفيني مرة في اسكندرية والناس زقلوه بالطماطم.